السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم انا قدام المنزل اللي كريناه، جيت اليوم باش نشرح لكم واحد الحاجة مهمة. الناس اللي يلاه غادي يتوكلوا على الله باش يجيو لاسطنبول ولا بغاو يجيو لتركيا، شي مدينة في تركيا مثلا اسنيورت ولا انقارة ولا بزاف المدن كاينين في تركيا. تركيا كبيرة بزاف. المهم الموضوع ديالنا اللي هو بطاقة ديال بطاقة سيم كارد. الناس اللي يلاه كيدخلوا لتركيا كيبغيو يشريو الكارت باش يتواصلوا مع الحباب ديالهم. هذيك لا كارت اللي كيشريوها، كنعطيكم واحد النصيحة. أول حاجة ملي تدخل مع المطار ما تمشيش تشريها من الباب ديال المطار، غادي تاخذ الهافا بيس تخرج من المطار. ملي تخرج ان شاء الله من المطار تاخذ لك اما الطاكسي راه كيتحسب غالي، ولا تاخذ الكار. ملي تخرج من الكار وتوصل، تخرج من الكار باش توصل للتقسيم، راه كيتباعوا تماك بثمن تقريبا 140 ليره. ملي تاخذ ديك الكارطه ديالك، هذيك لاكار ديالك راه كتاخذها بالباسبور. هذيك الكارطه كيعطيوها لك بالباسبور، كتعطيهم الباسبور هما كيسجلوك ومن بعد كيعطيوك الكارطه ديالك. هذيك الكارطه شنو الحوايج اللي فيها؟ فيها تقريبا 1 جيجا ديال الانترنت ولا 2 جيجا ديال الانترنت على حسب الثمن باش خلصتيهم. وحاجه مهمه بزاف، هذيك لاكارت ديالك حاول ما تضيعهاش، حاول ما تعطيها لحتى شي واحد، حيت الا عطيتها لشي واحد ودار شي جريمه الكترونيه بها، بحال كنتي تستافز شي واحد في الواتساب ولا دار شي مكالمه وعاير شي واحد، راه كيديكلاريو بلي هاد النمر هادي راه دارت شي مشكل وكتولي انت اللي روشيرشي. وواحد الحاجه اخرى وهي هذيك لاكارت اللي كتاخذها، عندك الحق باش تاخذ ثلاثه نوامر في تركيا، ما عندكش الحق في كثر. كتاخذ المره الاولى، يعني كتاخذ المره الاولى كارطه، تاخذ المره الثانيه الكارطه، المره الثالثه كتبغي تاخذ عندهم كارطه كيقول لك لا راه مانعين عليك باش تاخذ كارطه جديده. وهذو هما النصائح اللي عطيتكم، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وان شاء الله في الفيديو الجاي. وتبارك الله عليكم، شكرا لكم.